الرئيس السيسي يشهد افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2023. استمرار فرز أصوات المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية. إسرائيل توسع عدوانها على قطاع غزة وارتفاع حصيلة القتلى في صفوف جيش الاحتلال إلى 75 منذ بدء العملية البرية. أهلا بكم في نشرتنا الإخبارية المفصلة على شاشة قناة النيل الأخبار. أهلا بك ريما وأهلا بكم مشاهدينا الكرام، وبالطبع نبدأ بانوراما النيل بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. شهد الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2023. ويستمر المعرض حتى 7 من شهر ديسمبر الجاري بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة القاهرة الجديدة. وقد توسط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع المشاركين في المعرض الذي يقام بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي. ويضم معرض إيدكس 22 جناحا دوليا في هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجال الدفاع والتسليح. كما يشهد المعرض حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر لما يحظى به من شهرة عالمية في هذا المجال. أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2023 حدث عالمي هام تحت رعاية الرئيس السيسي، خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي يتزامن مع ما يشهده العالم من صراعات وحروب تعصف بالأمن والاستقرار الدولي والإقليمي. وكذلك يحظى هذا المعرض بمشاركة واسعة من المشاركين به من 22 دولة حول العالم. اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير والامتنان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على رعايته لهذا الحدث العالمي الهام. في هذا التوقيت الدقيق الذي يتزامن مع ما يشهده العالم من صراعات وحروب تعصف بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فكانت مصر وما زالت نقطة التلاقي لكافة الشعوب الإنسانية المحبة للخير والسلام من أجل توحيد الجهود واحتواء وتيرة الصراعات لإرساء السلام وصياغة حاضر مشترك ننعم فيه بالعيش الآمن المبني على المحبة وتحقيق المصالح المشتركة. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تدشين الفرقاطة المصرية الجبار عبر تقنية الفيديو كونفرنس على هامش افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2023. وقال قائد القوات البحرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة خلال افتتاح الرئيس السيسي لمعرض إيدكس 2023 إنه في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالتصنيع المحلي للوحدات البحرية داخل ترسانة القوات البحرية المصرية، تم اليوم استكمال مسير النجاح بتشين الفرقاطة الجبارة من طراز ميكو اي 200 والتي تم تصنيعها في ترسانة الإسكندرية بأياد مصرية بنسبة 100%.
وقد أهدى الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية هدية لدرع الفرقاطة المصرية الجديدة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة تدشين الفرقاطة المصرية الجبار. وتنظم مصر معرض إيدكس كل عامين بناء على رؤية القيادة السياسية ممثلة في توجيهات الرئيس السيسي بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميا. وقام الرئيس السيسي بجولة تفقدية في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2023. ويعد هذا المعرض معرض إيدكس هو الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الإفريقية، ويجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح البرية والبحرية والجوية، كما يمثل تجمعا دوليا لتبادل الرؤى والخبرات، فضلا عن أنه فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مركز المنارة للمؤتمرات الزميل علاء رشوان متابعا أحداث معرض إيدكس 2023 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. علاء، بعد التحية، كيف تابعت افتتاح المعرض المهم الثالث للصناعات العسكرية إيدكس 2023؟ نعم، تحياتي إليك عمرو. بعد نجاح النسختين السابقتين من معرض ومؤتمر إيدكس للصناعات الدفاعية، تأتي هذه النسخة الثالثة بحضور وتشريف ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنطلق النسخة الثالثة بمشاركة أكثر من 44 دولة باختلاف التمثيل، بداية من رئيس الدولة، وزير الدفاع، رئيس الأركان، وأكثر من 410 شركة من قارة أفريقيا وأوروبا ومن العالم باسري تشارك بوفود وأحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية والعسكرية والتكنولوجيا المتطورة في هذا المجال في من خلال 22 جناح على مساحة تبلغ أكثر من 18,000 متر مربع في أرض المعارض بمركز المنارة للمؤتمرات. هذه النسخة تحظى باهتمام بالغ، ربما كما أشار إلى ذلك الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي حينما قال إن العالم يمر الآن بالعديد من الاضطرابات سواء على المستوى الإقليمي والدولي، بما يتيح المجال لامتلاك القدرات لحفظ الأمن والسلام والاستقرار. السيد الرئيس كانت له جولة بعد افتتاح المؤتمر والمعرض، تفقد فيها خلال هذه الجولة عدد من الأجنحة المشاركة في هذه الفعاليات التي من المنتظر أن تمتد إلى 7 من الشهر الجاري. عدد المشاركين هو عدد لافت للنظر بالمقارنة للنسختين السابقتين اللتين كانت استضافتهما مصر في السنوات السابقة، بما يؤشر أن هذه المنصة التي تقدمها مصر للعالم باسري تمثل منصة هامة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات وعقد الصفقات التوريد والاستيراد للسلاح والصناعات الدفاعية المتطورة بين الدول والأطراف المشاركة، بالإضافة أيضا للقاءات على الهامش سوف تجرى بين هذه الوفود المشاركة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية في مجال التصنيع العسكري، بما يحفظ الأمن والاستقرار ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وإنما في الإقليم باسري وفي الساحات العالمية كافة. هذه النسخة أيضا زميلي عمرو تحظى باهتمام عدد كبير من المتخصصين والخبراء المتخصصين في الصناعات الدفاعية والعسكرية المتابعين لهذه النسخ المتوالية من معرض ومؤتمر إيدكس على مدار الأعوام السابقة. من خلال هذه المنصة التي أشرنا إليها تقدمها مصر لكل العالم للمهتمين في هذه الصناعات تحديدا، ومن المنتظر أن تجرى كما أشرنا عدد من اللقاءات على الهامش بين الوفود الرسمية أو بين الشركات العارضة في هذه الفعالية الهامة التي تستضيفها مصر في نسختها الثالثة. أيضا تابعنا في خلال فعاليات الافتتاح تدشين الفرقاطة المصرية الجبار من طراز ميكو A200، وهي صناعة مصرية خالصة بأيدي مصرية في ترسانة الإسكندرية، تدشينا لأحد أهم وأحدث
الفرقاطات في هذا المجال، بالإضافة أيضا لتأكيدات من قائد القوات البحرية بضرورة امتلاك القدرات العسكرية التي تحفظ الأمن والاستقرار في هذه المنطقة التي تشهد اضطرابات وتشهد صراعات، بما يعني يتوجب على الدولة المصرية الفاعلة في محيط الإقليمي امتلاك القدرات، كما وجه بذلك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووضع مصر على خارطة أهم الدول المصنعة والممتلكة لهذه القدرات الفائقة من الصناعات الدفاعية والعسكرية. هذا المعرض والمؤتمر يستمر كما أشرنا على مدار 4 أيام، انطلاق من حرص مصر على مد جسور من التعاون في كافة القطاعات، ليس فقط القطاعات الاقتصادية وإنما أيضا القطاعات الدفاعية والعسكرية، لحفظ الأمن والاستقرار والعمل على التعاون في هذا المجال مع الدول الفاعلة في الإقليم. ومن بين أحد أهم ملامح هذه النسخة هو مشاركة الدول الإفريقية المتزايدة بالمقارنة بنسختين السابقتين. تابعنا تمثيل عالي المستوى من أطراف إفريقية، سواء على مستوى رئيس الدولة أو على مستوى وزير الدفاع أو على مستوى رئيس الأركان، بالإضافة أيضا إلى الشركات المهتمة بالاطلاع على هذه التكنولوجيا المتطورة من خلال هذه المنصة الهامة التي تقدمها مصر في نسختها الثالثة. نعم عمرو. نعم أشكرك شكرا جزيلا، زميلي علاء رشوان المتواجد في معرض إدكس للصناعات الدفاعية والعسكرية، شكرا جزيلا لك علاء. تتواصل عمليات فرز الأصوات في لجان اقتراع المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية، والتي انتهت فجر اليوم بتوقيت القاهرة. وقد جرت الانتخابات في 137 سفارة وقنصلية ب 121 دولة بسائر أنحاء العالم. وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عمليات الفرز بدأت في اللجان بمجرد إغلاق صناديق الاقتراع. أقام حزب مستقبل وطن مؤتمرا جماهيريا حاشدا ضم عمالا وفلاحين ورياضيين، وذلك لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. وتأتي هذه المؤتمرات الجماهيرية في ظل ما تشهده البلاد من تطورات ملحوظة على الصعيدة كافة.
تتواصل الفعاليات الجماهيرية المؤيدة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لتوعية المواطنين وحثهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة والمقررة أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري، حيث أقام حزب مستقبل الوطن مؤتمرا جماهيريا حاشدا ضم مختلف أطياف المجتمع. الرياضة في العهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت انفتاح لا مثيل له ودعم من قبل الدولة لا مثيل له. على سبيل المثال بالنسبة للألعاب الفردية وما كانش موجود قبل كده نهائي، تم مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإعطائه سهم الرياضة من الطبقة الأولى لمنتخب مصر 5 مرات في 5 سنوات السابقة، وهذا لم يحدث في التاريخ. مصر شعبا شعب واعي، شعب فاهم، عارف يعني ايه صوته رايح فين، وبنوعد العالم كله بملحمة صوتية، بملحمة انتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية. مصر قوية، مصر مستقرة، مصر ان شاء الله من احسن لاحسن، التنمية هتستمر والاستقرار هيستمر، وان شاء الله احنا بناخد دفعة قوية للامام باذن الله. شكر لكل عمال مصر، شكر لكل فلاحين مصر، شكر لرياضيين مصر على هذا المؤتمر الحاشد. المواطنون أكدوا على حرصهم النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة دعما لمسيرة الاستقرار والتنمية. بنى البلد من جميعهم الأول للآخر، وطلعنا من الظلام إلى النور، ويعني الرئيس ما نقدرش نكافئه بأي حاجة. احنا جايين ندعم الرئيس السيسي في الحملة في المؤتمر الجماهيري اللي معمول، وعشان نقول ان احنا بنؤيده للانتخابات الرئاسية اللي جاية. بنتكلم على دعم لفترة رئاسية تالتة، لان الملفات الكتير المفتوحة يلزمنا شخص ليه سابق تجربة في إدارة الملفات، وأظن سواء في أزمة كورونا أو في الأزمة الأوكرانية وأخيرا في أزمة غزة، اللي عمله الرئيس السيسي وقف كشخصية متفردة. فلاحون وعمال ورياضيون جاءوا من مختلف محافظات الجمهورية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال ما حققه من نقلة ملحوظة في كل المجالات في مصر للأفضل على درب تحقيق الجمهورية الجديدة. عمر حمزة، النيل للأخبار. تابعت غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على مدار 3 أيام متواصلة سير العملية الانتخابية بالخارج ومدى إقبال المصريين المقيمين في دول العالم على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في مقر السفارات والقنصليات المصرية لاختيار رئيس مصر القادم. وقد أكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أن العملية الانتخابية سارت بانتظام ولم يتم رصد أي مخالفات أو ما يعيق عمليات الاقتراع خلال 3 أيام الماضية. وأشار المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أن الحملة استمرت في عملها لمتابعة سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج حتى إعلان اللجان في كل دولة حسب توقيتها المحلي، مؤكدا أنها كانت على اتصال مباشر مع الجاليات المصرية في الخارج عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة انتظام عملية الاقتراع في بلادهم وفقا للتعليمات وضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات. وتابعت أيضا غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران من خلال مندوبيها المتواجدين في مراكز الاقتراع بكافة دول العالم تابعت إجراءات تصويت المصريين في الخارج على مدار الأيام 3 الماضية والتي خصصت للانتخابات الرئاسية في خارج مصر. وقد رصدت غرفة العمليات زيادة معدل الإقبال على صناديق الاقتراع ولم تتلقى أي شكاوى جوهرية كانت من شأنها تأثير على سير عملية الانتخابات. وأعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران عقد مؤتمر جماهيري مساء اليوم في قرية سندو بمركز الخنكة بمحافظة القليوبية لعرض البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي ورؤيته تجاه عدد من القضايا الوطنية. يأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة من المؤتمرات التي عقدها المرشح الرئاسي خلال فترة الدعاية الانتخابية المقررة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات. وفي مسقط رأسه في مانيا الشيحة يختتم المرشح الرئاسي عبد السند يمامة مؤتمراته الانتخابية بعد غد الأربعاء قبل موعد الصمت الانتخابي. وطبقا لرؤية برنامج يمامة الانتخابي
فإنه يحمل الفكرة الليبرالية المستنير لحزب الوفد ويحرص على وضع المواطن على رأس قائمة الأولويات والاهتمامات. كان يماما قد أكد أن التعليم والصحة حاز على النصيب الأكبر في اهتمام برنامجه الانتخابي، وذلك لارتباطهما المباشر بالمواطن المصري وأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية. وتواصل غرفة العمليات المركزية بحزب الشعب الجمهوري أعمالها في متابعة سير العملية الانتخابية بالخارج، وذلك عبر مندوبيها من المصريين في الخارج. وقد رصدت غرفة العمليات المركزية إقبالا كبيرا لأبناء الوطن في الخارج على مراكز الاقتراع بالسفارات والقنصليات التي فتحت أبوابها من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء بحسب توقيت كل دولة، حيث لم ترصد الغرفة أي تأخير في بدء العمليات الانتخابية خلال 3 أيام الماضية. وعقد المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري لقاء تنظيميا مع أعضاء أمانة العمل الجماهيري المركزية بالحزب، وذلك بمقر الحملة الانتخابية في القاهرة الجديدة. وقد تناول اللقاء خطط الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري، فضلا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص بالمرشح الرئاسي وتسليط الضوء على أهم النقاط التي تضمنها البرنامج والتي تهم الشارع المصري. تتواصل لليوم الثاني فعاليات مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية ضمن النسخة الخامسة والاستثنائية لمنتدى شباب العالم التي انطلقت أمس وتستمر لثلاثة أيام في مدينة شرم الشيخ. ويدور النقاش حول عدد من القضايا الخاصة بالسلام وحل النزاعات والحروب بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات الحالية وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي. أهلا بكم من جديد. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع نطاق عدوانه على قطاع غزة إذانا ببدء الهجوم البري المقرر على جنوب القطاع المكتظ بالنازحين. وقالت حركة حماس إن مقاتليها اشتبكوا مع قوات إسرائيلية على بعد كيلومترين تقريبا من مدينة خان يونس جنوب القطاع. بعدما أجبر سكان شمال قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب باعتبار حسب وصفه منطقة آمنة، أعلن جيش الاحتلال توسيع عملياته في القطاع ليتزايد عدد الشهداء في صفوف المدنيين الفلسطينيين خاصة الأطفال والنساء. أسامة حمدان عضو المكتب السياسي لحركة حماسة اتهم إسرائيل باتباع استراتيجية متعمدة لإجبار المدنيين في غزة على التوجه جنوب القطاع من أجل محاصرتهم وقتلهم هناك، لكنه أكد في الوقت نفسه أن حديث الاحتلال عن دخول جنوبي القطاع حديث إعلامي على حد تعبيره. الحديث عن دخول غزة، أنا أؤكد، عن دخول الجنوب، نعم هو بدأ بالقصف في الجنوب ولا يفرق بين ما قال أنه منطقة آمنة وغير آمنة، لكن الحديث عن دخول الجنوب لا زال حديثا إعلاميا. حتى اللحظة لم يستطع أن يخترق دفاعات المقاومة، ولو عبر حدود الجنوب فلن تكون المقاومة في الجنوب أشرس منها في الشمال. ويشن الجنود الإسرائيليون عملية برية منذ 27 من أكتوبر في شمال غزة، حيث قالوا أنهم سيطروا على مناطق عدة وهو ما نافته المقاومة الفلسطينية. ومنذ استئناف القتال الجمعة بعد انتهاء هدنة استمرت أسبوعا مع حركة حماسة، ركز الجيش في شكل أساسي على الضربات الجوية. أسفرت غارة على مدخل مستشفى كمال عدوان في شمال غزة عن سقوط شهداء وجرحى في انتهاك جديد للقانون الإنساني الدولي. جيش الاحتلال أعلن أنه شن زها 10,000 ضربة جوية منذ بداية الحرب. وفي جنوب قطاع غزة استهدفت ضربات مكثفة منذ الجمعة مدينة خان يونس ومحيطها، حيث يحذر الجيش الإسرائيلي يوميا السكان عبر منشورات يلقيها جوا على بعض الأحياء من هجوم رهيب ووشيك داعيا السكان إلى المغادرة.
ويحاول سكان المدينة الفرار من آلة الحرب الإسرائيلية دون علم إلى أي وجهة يذهبون، فقد حول الاحتلال جميع أنحاء القطاع إلى أهداف لغاراته ودباباته، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ودور العبادة. أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع حصيلة الجنود القتلى إلى 75 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة المحاصر. أعلن الجيش أيضا مقتل 3 جنود أمس في شمال قطاع غزة، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 75 منذ بدء العملية العسكرية وإلى 401 قتيل منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر، من بينهم الجنود الذين قضوا في عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس على جنود احتياط وعناصر أمن إسرائيليين. تعاني مستشفيات جنوب قطاع غزة من الفوضى في ظل نقص حاد في المستلزمات الطبية ونفاد المخزون من الوقود بعد خروج المستشفيات في الشمال بالكامل عن الخدمة. هذا الوضع الكارثي والمأساوي يأتي مع استمرار القصف المكثف على مختلف أنحاء القطاع وتزامنا مع حصار مطبق على سكانه. فوضى عارمة تعاني منها مستشفيات جنوب قطاع غزة مع تدفق أعداد كبيرة من الجرحى تفوق قدرتها الاستيعابية، فيما نفدت مخزونات الوقود فيها لتشغيل مولدات الكهرباء. وفي مستشفى ناصر في خان يونس وهو الأكبر في جنوب القطاع يتم نقل بعد كل عملية قصف أعداد كبيرة من الجرحى والقتلى دون أن يتمكن أحد من تحديد هويتهم، وتقول الأمم المتحدة إن هؤلاء الجرحى يضافون إلى أولئك الذين ينقلون من الشمال، حيث لم يعد أي مستشفى قادرا على إجراء عمليات جراحية. كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف أكثر من 14 مستشفى في غزة وشمالها منذ بدء العدوان، وتعاني مستشفيات جنوبي القطاع من نقص حاد في المستلزمات الطبية بعد خروج مستشفيات الشمال بالكامل عن الخدمة. هذا الوضع المؤسف يأتي في ظل الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي والضربات المكثفة التي أصبحت تستهدف عمدا المستشفيات وسيارات الإسعاف والمؤسسات ومناطق اللجوء جنوب القطاع في أعقاب منشورات ألقاها جيش الاحتلال جوا على سكان خان يونس، أحد المناطق المكتظة بالسكان واللاجئين الذين تم إجلاؤهم من الشمال تحت نيران القصف. وبعد 8 أسابيع على بدء الحرب التي قطعتها هدنة من 7 أيام فقط، باتت الطواقم الطبية منهكة بالكامل، لكن خدماتها يجب أن تتواصل وسط استمرار القصف ورغم نفاد الوقود بسبب الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة. استشهد شابان فلسطينيان اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية الواقع شمال غربي ضفة الغربية المحتلة. وقد بلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية ووزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشابين واحتجاز جثامهما عقب عملية الاقتحام للمدينة. وباستشهاد الشابين ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى نحو 464، من بينهم 256 شهيدا منذ 7 أكتوبر الماضي. لا تزال الضفة الغربية تشهد أحداثا ساخنة في ظل إصرار قوات الاحتلال الإسرائيلي على ممارسة مزيد من الاقتحامات والاعتقالات بحق الفلسطينيين، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة بالضفة الغربية بينها محافظات جنين وقلقيلية والخليل، كما دخلت إلى مخيم الجلزون وقرية جفنة، وكذلك شنت حملة اعتقالات في عقبة جبر بأريحة. في الوقت نفسه اندلعت اشتباكات بحي كفر سابا في قلقيلية عقب اقتحام قوة إسرائيلية خاصة للمنطقة، كما جرت اشتباكات مماثلة في مخيم الدهيشة ببيت لحم أيضا. في غضون ذلك استشهد شابان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وتم احتجاز جثمانهما، وأصيب آخرون عقب اقتحام قوة الاحتلال مدينة قلقيلية شمال الضفة.
تأتي هذه التطورات في وقت أعرب فيه مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية عن قلقه البالغ إزاء الزيادة الكبيرة في عمليات اعتقال إسرائيل للفلسطينيين، ودعا إلى إجراء تحقيق في اتهامات بالتعذيب أثناء الاحتجاز في السجون. وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلة تصاعد وتيرة الاعتقالات وكذلك اعتداءات لمستوطنين إسرائيليين مسلحين بحق فلسطينيين عزل، وبلغ عدد المعتقلين 3200 معتقل بحسب ما أعلنته هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني. أكدت جامعة الدول العربية في بيان لها بمناسبة يوم المغترب العربي أن الممارسات الإسرائيلية المستمرة تهدف لزيادة عدد المغتربين الفلسطينيين وزيادة معاناتهم، حيث إنها تضرب بكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الإنساني عرض الحائط. وقد أكدت الجامعة العربية مجددا رفض التهجير القسري بكل صوره لسكان غزة أو الضفة الغربية المحتلة أو القدس الشرقية من جانب إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا التهجير يعد جريمة دولية ومخالفة صريحة للقانون الدولي، كما أكدت على ضرورة إنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم غير القابلة للتصرف من تقرير المصير وحقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها والتعويض تنفيذا لمقررات الشرعية الدولية. حضر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العماني أن استمرار العدوان على قطاع غزة يعرض المنطقة لخطر توسيع الحرب في المنطقة ككل. سمعنا من قادة المقاومة أنه إذا استمر الوضع الحالي فإن المنطقة ستدخل مرحلة جديدة من خلال المقاومة. التوسيع العميق للحرب في المنطقة أمر يمكن تصوره تماما. نحذر كل من يسعى لإشعال الحرب، نحذره قبل فوات الأوان كي يتوقف عن قتل النساء والأطفال التي بدأت جولة جديدة منه. أعلن حزب الله بالأمس استهداف آلية عسكرية إسرائيلية وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح. وأقرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المصابين هم 11 شخصا منهم 8 جنود. تبادل للقصف بين مسلحي جماعة حزب الله اللبنانية وقوات الاحتلال الإسرائيلية لليوم الثالث على التوالي بعد انتهاء الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، فيما قالت إسرائيل إن عددا من جنودها أصيبوا بجروح طفيفة عندما أصاب صاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان مركبة في منطقة بيت هليل بشمال إسرائيل. جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في بيان له إن قواته ردت على هجوم حزب الله بإطلاق نيران المدفعية. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف عددا من المواقع الإسرائيلية بما سمى الأسلحة المناسبة في واحدة من العمليات المتكررة بالرد المحدود بين الجانبين. ومنذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل الشهر الماضي يشن حزب الله هجمات صاروخية شبه يومية على المواقع الإسرائيلية على الحدود، بينما تشن إسرائيل ضربات جوية ومدفعية على جنوب لبنان، لكن الحدود كانت هادئة إلى حد بعيد خلال هدنة استمرت أسبوعا في غزة وانهارت يوم الجمعة الماضي. ويعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية هو الأسوأ منذ حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله، حيث ذكرت تقارير أن عدد القتلى خلال هذه الأعمال القتالية تجاوز 100، منهم 83 مقاتلا في حزب الله. وأدى تبادل إطلاق النار إلى فرار عشرات الآلاف من السكان على جانبي الحدود. وهكذا يستمر التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية فيما تعرف بحرب الرد المتبادل بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تثير تساؤلات بشأن ما كان متوقعا من قبل حزب الله اللبناني وحجم مشاركته في تخفيف الضغط الإسرائيلي على قطاع غزة. ونشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد أخبار الاقتصاد. أوكرانيا تعلن إسقاط 18 مسيرة وصاروخا واحدا في هجوم ليلي روسي جديد.
وقادم أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد. يأتيكم بهذه الجولة الاقتصادية زميل أحمد الموجي. إليك أحمد. شكرا زميلي دينا وعمر، شكرا لكما ومشاهدينا. إلى وقفتنا الاقتصادية وهذا أبرز ما فيها. في كلمته بكوب 28 وزير المالية يشيد بمبادرة تحويل جزء من المديونيات لمواجهة التغير المناخي ويؤكد أنها دفعة للاستثمارات الخضراء. إلى التفاصيل، قال وزير المالية محمد معيط إن مبادرة تحويل جزء من المديونيات إلى أداة لمواجهة التغير المناخي تمنح دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بما يسهم بفاعلية في التصدي للتحديات البيئية. وخلال مشاركته في فعاليات قمة المناخ كوب 28 بدبي أشار الوزير إلى أن إفريقيا تتحمل نسبة كبيرة من الفاتورة الباهظة للتغيرات المناخية رغم أنها تسهم أو لا تسهم بقدر ضئيل لا يتجاوز 3% من حجم الانبعاثات الكربونية العالمية. أكد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر زيادة التمويليات التي يمنحها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية. وأشار الجهاز إلى أنه قام بضخ تمويلات قدرها 48.3% مليار جنيه في الفترة من يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2023. تم خلالها تمويل 1.9 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر، وفرت وحافظت على استمرارية ما يزيد على 3 ملايين فرصة عمل. أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.98% في نوفمبر مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل. وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي بلغ التضخم 3.8% على أساس شهري، وارتفع التضخم بعد أزمة الليرة في نهاية عام 2021 ولمس أعلى مستوياته منذ 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر من العام الماضي. قالت وزارة الخارجية الصينية إن قمة الصين والاتحاد الأوروبي ستناقش القضايا الاستراتيجية والاقتصادية العالمية ذات الاهتمام المشترك. القمة تعقد الخميس المقبل في العاصمة الصينية بكين، حيث يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. في أسواق البترول عكست العقود الآجلة للنفط مسارها بعد ارتفاع لفترة وجيزة وسط ضغوط مستمرة بسبب قرار أوبيك بلس وعدم اليقين بشأن نمو الطلب العالمي على الوقود. ونزلت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت إلى 77.88% دولار للبرميل، في حين بلغت العقود الآجلة للخام الأمريكي 73.43% للدولار للبرميل، منخفضة 64% أو عفوا 64 سنتا. ختام أخبارنا الاقتصادية، عودة إلى زملاء دينا وعمر وأخبار السياسة. إليك. شكرا لك أحمد على هذا العرض الاقتصادي. نستأنف نشرتنا. أعلنت الدفاعات الجوية الأوكرانية إسقاط صاروخ و18 مسيرة من أصل 23 أطلقتها روسيا ليلة أمس. وأفاد سلاح الجو الأوكراني في بيان له إسقاط 18 مسيرة هجومية وصاروخ من طراز KH-59، فيما أوضح الجيش أنه تم استهداف منطقتي خيريسون وميكالوف في جنوب البلاد وعدد من المناطق الأخرى في الغرب. ونشرتنا متواصلة مع حضراتكم وفيها بعض أخبار الرياضة. افتتاح متحف من حطب بسقارة بعد الانتهاء من أعمال تطويره بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 47 مليون جنيه.
أحمد عيسى متحف إم حطب بسقارة بعد الانتهاء من أعمال تطويره، وبلغت أعمال تطوير أكثر من 47 مليون جنيه. وبالفعل الأعمال استغرقت عددا من السنوات حتى يصل إلى الصورة التي وصل إليها الآن. نتابع هذا التقرير. أول مهندس عرفته الإنسانية وقام بالإشراف على أقدم بناء حجري عرفته البشرية، وهو هرمزوسر، يخلد ذكراه هنا من خلال متحف إم حطب بمنطقة سقارة الأثرية، والذي يضم أيضا تمثالا من البرونز للمهندس إم حطب يظهر حليق الرأس ويرتدي قلادة وفي يديه بردية. لازم كل متحف عشان الحقيقة يقدر يقوم بدوره سواء للزائر السائح أو للعلماء لازم يقول قصة، والمتحف هنا بيقول قصة أول البنائين الكبار في تاريخ مصر، اللي ابتدت بتقطيع الحجارة ونعمل منها مباني كبيرة. القصة اللي هنا في المتحف دي هي قصة بداية ما المصري القديم قدم هذه المبادئ للعالم. كان له بصمات واضحة ومؤثرة من نقل العمارة المصرية من الطين والنباتات إلى العمارة الحجرية. طبعا ده ارتبط بالعقائد المصرية نفسها وتطورها. المتحف هنا بيركز على الحقيقة على أكتر من موضوع إم حطب كان مبدع فيهم أو نقل العمارة نقلات واضحة. طبعا موضوع الهرم المدرج بتاع زوسر، موضوع الأرشاط اللي هو دي ما كانتش معروفة برضو، وكان كثير من الناس بيعتقد ان العراق هي اللي بدأت. المتحف يضم 6 قاعات عرض، تبدأ بقاعة المدخل التي تضم قاعدة تمثال الملك زوسر ناهيك عن نحو 290 قطعة أثرية. إم حطب اسمه بالهيروغليفي إي إم حطب، أي القادم في سلام، بداية من العصر المتأخر، الأسرة 26 وطالع، كله كإلها للطب وإلها للهندسة. قصة المتحف بدأت سنة 97 كفكرة، افتتح في أبريل 2006، اتقفل في مارس 2022، افتتح النهاردة 6 قاعات 27 فترينة. ويضم المتحف قاعة بعثات سقارة التي تعرض نتائج البعثات المصرية والأجنبية في سقارة على مر السنين. قصة الجميلة اللي بيحكيها المتحف كويس، وهي قصة سقارة، نشأت العمارة الحجرية أول ما نشأت عن طريق إم حطب في مجموعة جنازية الملك زوسر. طور السقارة في الفن، في النحت، في التشكيل، في النقش، في التصوير، اكتشافات سقارة اللي موجودة عن طريق البعثات الأجنبية. مقابر سقارة هي قاعة أخرى تضم نموذج لمقبرة تضم أقدم مومياء ملكية للملك ميرين راع ابن الملك بيبي الأول، وقد تم العثور عليها في ذات المنطقة الأثرية. رغم صغر حجمه كمتحف إلا أنه يزخر بالعديد من القطع الأثرية الفريدة التي تعود إلى مؤسس الأسرة الثالثة وهو الملك زوسر، بالإضافة إلى أقدم مومياء ملكية تعود إلى الأسرة السادسة. من أمام متحف إم حطب بمنطقة سقارة الأثرية، أشرف مبارك، النيل للأخبار. وصلنا هكذا لختام هذه النشرة، وختامها تذكير بالأنباء. الرئيس السيسي يشهد افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2023. استمرار فرز أصوات المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية. إسرائيل توسع عدوانها على قطاع غزة، وارتفاع حصيلة القتلى في صفوف جيش الاحتلال إلى 75 منذ بدء العملية البرية. وختاما نشكر لكم طيب المتابعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.